مرحبا بحضراتكم من جديد، وفي فقرتنا الأسبوعية اللي بنتكلم فيها عن الأسرة وعن أمور الأسرة، بنحاول إن احنا نمس كده وتر المجتمع ونكون دايما في السياق. لما بتظهر حاجة بتستحق إن احنا نتكلم فيها مع حضراتكم وطبعا ضيفينا الكريمين، فاسمحوا لنا الأسبوع ده نناقش مع بقى فكرة الشروط اللي بتطلبها مثلا الزوجة في عقد الزواج مثلا، مشروعية هذه الشروط والصيغة دي بتتم ازاي، وهل هذه الشروط هل هي بتبقى ما بين الأسرتين ما بين الزوجين، ولا ممكن تبقى في العلن الناس كلها تشوفها او انها يعني تزاع يعني. فخلونا نفهم برضو من ضيفانا الكريمين ازاي الامور دي يعني ممكن انها تتم على الوجه الاكمل. يعني برحب الاستاذ ممدوح المصري، منسق فني برنامج موده بوزاره التضامن الاجتماعي. استاذ ممدوح اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عمرو، واهلا بحضرتك دكتور، ان شاء الله مساءكم سعيد يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. برحب بدكتور عمرو ورداني، امين الفتاة ودار الافتاء المصريه ومدير مركز الارشاد الزواجي. دكتور عمرو اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم، ان شاء الله ربنا يجعل هذا الكلام مفيدا ويدعم بناء الاسره وحفظ الاسره وتنميتها ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا بنقول برضو لحضراتكم هتشاركونا على اللايف على صفحه سي بي سي على فيسبوك، ابعتوا لنا هل انتم مع فكره الشروط ولا لا، او انها تكون على العلن ولا لا. والامر ده برضو هضعه ما بين ايدين دكتور عمرو واستاذ ممدوح. ابدا مع دكتور عمرو، شايف ازاي فكره الشروط في عقد الزواج لاي مدى هي ليها سند شرعي؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه مدام بعد. يعني خلينا نقول ان احنا لما بنيجي ننظر الى الشروط فعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلمون عند شروطهم. ففي شروط في شروط، والشروط الفقهاء بيكلموا وهم بيتكلموا عن عقد النكاح بيتكلموا عن ثلاث اصناف من الشروط. في شرط موافق لمقتضى العقد، وشرط مخالف لمقتضى العقد، وشرط زائد على مقتضى العقد. فدي الثلاث اصناف اللي موجوده في مساله الشروط. لكن خليني اقول لحضرتك المدخل اللي انا بحب ادخل فيه وانا بتكلم عن الشروط. مفيش مانع ان احنا يبقى عندنا شروط، بس مع فلسفه مهمه جدا، ان الجواز ليس عقدا خالصا، بمعنى حتى هم الفقهاء لما بييجوا يتكلموا كده اللي يقولوا ان عقد النكاح ده مش عقد مالي خالص، وكانهم عايزين يلفتونا الى ايه. بلاش فكره ان عقد النكاح نفسه مبني على ايه، مبني على حق وحقك، لان ده لو اتبنى عليه الجواز عليه في حاجات كثيره لن نستطيع ان احنا نعيشها بحق وحقك. يعني مثلا على سبيل المثال، هو واجب عليه ان هو يحججها ولا لا، هو واجب عليه ان هو يفسحها ولا لا، هو واجب عليه ايه؟ واجب عليه الكسوه والاطعام بس؟ ما هو دوت اللي احنا نتكلم عليه في مسائل النفقه، ان هو يعالجها وياكلها ويشربها ويلبسها ويسكنها. هل هو دوت اللي احنا عايزين نصوره للناس، ولا احنا عايزين نصور للناس جواز مبني على قيم ومنظومه قيم زواجيه اساسها السكينه والموده والرحمه؟ فإذا كنا عايزين نوصل للناس إن يبقى عندنا على ترابيزة السفرة قاضي في البيت كل حاجة، هو ده حقي ولا مش حقي، ولا مش حقي، مكتوب ولا مش مكتوب، ده مش مكتوب ولا مش مكتوب، ونعلق الشروط دي على التسريح عندنا عشان اللي رايح واللي جاي يبقى محضر نفسه للحقوق، أنا ما أظنش إن دوت هو ده الزواج الشرعي اللي إحنا طالبينه. لكن أنا موافق إن في بعض الشروط تكون لبعض الأسباب أو لبعض الظروف. أنا عايز الشرط يبقى شرط موضوعي، شرط موضوعي يعني شرط يساعد الزواج على أنه يبقى زواج رحيم خير جميل، زي مثلا ما يتجوزش عليها مثلا، شرط ما يتجوزش عليها ده بعض الفقهاء أجازه، زي ما بينص ابن قدامة مثلا، وهي لو نصت على أنه هو ما يتجوزش عليها وهو اتجوز عليها فلها الفسخ، يعني تبقى بالخيار. لكن بعض الفقهاء أجازوا المسألة دي. واحدة هي نفسها سيكولوجيا ما بتستحملش إن يبقى فيه زوجة تانية، ممكن الكلام ده يحصل. بس هو السؤال، وبعض الفقهاء قال لا، ده نوع من أنواع تقييد حرية الرجل ما أباحه الله له. لكن إحنا لو مشينا من مسألة إن هو الشرط ده إن هو ما اتجوزش عليه، إن الشرط المسلمون عند شروطهم، ولذلك واهم الشروط هي الشروط التي تتعلق بالزواج التي لابد ان نوفي بها. لكن هي المساله كلها هي الفلسفه. انا هقول لحضرتك، انت حضرتك بتحب ان اتكلم بصراحه، ارجوك. انا قلقان
انا شايف ان الجواز رايح في حته، وخاصه واحنا بنتكلم بكل صراحه، واحنا بنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه، واحنا بنتكلم على كل الاشياء التي تتعلق بده. انا قلقان التعاطي اللي بيحصل ده قد يصل بنا الى ان نفرغ الزواج من معناه، او الناس تعزف عن الزواج اللي هي شركه حق وحق يعني حضرتكم. وعشان كده انا قلت لحضرتك من الاول خالص ان الجواز مش شركه، الجواز مولود جديد. مزهور. وانا مصر على هذا المعنى. لو هنفضل نمشي في هذا الطريق، وهذا ليس معناه ان الناس ما تراعيش ظروف العصر اللي احنا فيه، وان الناس يبقى عندها حاله من حالات تامين الناس، بس ما ينفعش ان الجواز يتبني على التخوين. يبقى انا عندي شويه حاجات، لا للتخوين في مساله عقود الزواج، لا للاهانه في مساله عقود الزواج، لا ايضا لتفريغ الزواج من مضمونه القيمي التراحمي. كل دوت لابد ان ما اذا مشينا في هذا الطريق، انا اظن ان الزواج هيبقى ممارسه عبء هيتخلص منها الناس بشكل او باخر. فانا شايف لو سمحتم انتوا بتتكلموا على الشروط، حطوها في اطارها. نحن نشترط في جواز ولا نشترط في صفقه. يعني انا زعلان قوي من ايه، من ان يجي انا من ارباب هذا، تعالوا نتكلم في مساله تقليل المهور، وتعالوا نتكلم في تكريم المراه، وتعالوا نتكلم في كل ده، بس مش احنا بنتكلم في ده حضرتك تروح مسلع للجواز. انا في ظاهره كده انا بسميها تسليع الزواج. ما تجيش انت في لحظه تروح ناقل لي وانا بحاول اخرج من تسليع الزواج، تروح انت مدخلني في تسليع الزواج بطريقه تانية. انا عايز حاجه مطابقه للمواصفات. سيدي احنا بشر، صفقه لازم هي صفقة. صفقه يعني فالتسليع ده صفقة يعني. فالتسليع ده لازم ننظر فيه بحكمه. اللي عايز يشترط شرط يكون الشرط ده بيحافظ على كرامه امراه، بيحافظ على ايوه هو دوت. وفي الغالب ودي مضمونه او وفي الغالب بدهتا يعني ما هو دوت ما هو بيجوزه ليه. ما هو الفقهاء يعني مسمين الشروط ديت يعني. الفقهاء مسمين الشروط دي الشروط التي توافق مقتضى العقد. بالظبط يعني. انا واحد متجوز واحده، فواحده جت قالت لي والله انا اشترط عليك حسن العشره، اهلا وسهلا. الشرط دوت ولا في اي حاجه، ده طبيعي. ده طبيعي لانه موجود فين؟ موجود في مسألة وعاشرهن بالمعروف، لأنها تزوجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولو في نقد لحسن العشرة يبقى في أمور تانية بقى، أمور تانية منها الإصلاح، والتحكيم، وكل دي فيها ممارسات شرعية أتت في كتاب الله وفعلها حضرة النبي لغاية ما وصل إن هو يحكم سيدنا أبو بكر بينه وبين السيدة عائشة. فأنا بصراحة هذا الكلام الدائر فيما يتعلق بإحاطة الزواج بترسنة من فكره النديه وفكره القانونيه، بعيده عن فكره مش القانونيه التي هي بتتكلم عن سياده القانون، لكن المسائل بقى اللي هي مواد تتعلق ب ماذا سافعل، هل هي تعمل لي كوبايه الشاي ولا ما تعمليش. انا بصراحه انا شايف والله يعني على 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 مرحله جديده كمبيالات. ايوه يعني فكره على وضع كمبيالات يعني. مثلا على سبيل المثال انا ايه الامان لما الزواج يتحط بكمبيالات امانه، بعدها هيتحول هو الى خاين الامانه اذا ما سددش الكمبيالات دي، او انه بدل. طب ما كده الجواز ما بقاش تغير القيمه. طيب استاذ ممدوح، بتتعاملوا ازاي مع الفكره دي؟ وخصوصا انا عارف انتوا شغالين على فكره الشباب المقبل على الزواج وشباب في الجامعات، هل فكره الشروط دي البنات بيسيروها في حواراتكم ولا لا؟ مش البنات بس في الحقيقه يعني، خلينا نقصر الولاد كمان. الولاد كمان خلينا نقصر الموضوع لتعريف الزواج الاجتماعي. ليه الاولاد هيشترطوا ايه؟ مش عارف. ما لا ما تفاصيل بقى كتير. ما يعني انا بتجيلي شروط بس احنا خلينا نقصر الموضوع الاول لتعريفنا الاجتماعي لمفهوم الزواج، انه علاقه بين رجل وامراه هدفها تكوين اسره، الاسره دي تبقى قايمه على الموده والرحمه وتعزيز بقى مبادئ زي الاحترام وتحمل المسؤوليه والمشاركه. الأزمة بتيجي منين يا أستاذ عمرو؟ إن رحلة الزواج ما ينفعش نبدأها مع بداية الزواج، لازم يبقى في مرحلة اللي هي مرحلة التهيئة. إحنا بنقول إن مرحلة التهيئة دي لو حصلت غلط بتحصل اللي إحنا بنشوفه وتناقشنا فيه قبل كده في الحلقة، مشاكل سنة أولى زواج. يمكن دكتور عمرو اتكلم على فكرة التخوين والتخويف، وإن أنا داخل موضوع الزواج ده عندي شنط وتوقعات ومعتقدات لو ما شاركتهاش مع الطرف التاني، فكل واحد فينا داخل بتصور، داخل بفكرة، داخل بهدف، هنصطدم في وقت من الأوقات. فإحنا بنقول إن الأهم من إن أنت تحاول تكون شايف إن شقتك جاهزة، لا، شايف أنت نفسك جاهز وشايف إن الطرف التاني ده هو المناسب ليك. نقطة مهمة بنتكلم فيها إن أهم حاجة في الزواج هو الاتفاق،
الاتفاق على كل حاجة، كل التفاصيل، الاتفاق على ان انت شايف الشخص ودرسه بمميزاته وقابلها، شايف الشخص وشايف ان هو عنده مجموعة من العيوب وقابل انك تتعامل معها وتساعده ان هو يبدأ يغير في العيوب دي. بنشوف طول الوقت ان مهم الزواج يبدأ على مية بيضة ويبدأ على صفحة واضحة، ان كلنا نبقى واضحين مع بعض من البداية. طيب ما بنضللش مع بعض. انا مع حضرتك، ده بيودينا فين بقى؟ لا لا، انا اسف، هل ده كلام الاثنين المخطوبين الولد والبنت يقعدوا في يتكلموا فيه مع بعض ويتفقوا، او ممكن يدخلوا اهاليهم معاه مثلا يعني يقعدوا يتفقوا على شويه امور قد تكون هي بتدرس مش عايزه تخلف في اول الجواز فيقعدوا يتفقوا؟ صحيح. ولكن هل المرحله دي يحسموها بالاتفاق شفويا كده ويبقى في تفاهم، ولا تتكتب في عقد وتتحط في القسيمه؟ هو حسب درجه الثقه ما بين الطرفين. احنا داخلين نتجوزوا درجه بالظبط، هو على حسب درجه الثقه. فلو انت واثق تماما في الطرف اللي قدامك انت مش محتاج تكتب شروط العقد. صحيح ان عقد الزواج اباح واتاح ان اي طرف من الطرفين يحط شرط معين موجود، ولكن احنا بنقول ان مهم الاتفاق الضمني، ان انتوا الاثنين تبقوا متفقين. هي مثلا خايفه ان جوزها يقعدها من الشغل بعد الجواز، وانه يكون بيضحك عليها دلوقتي وبيسكتها بيقول لها اه طبعا هتشتغلي بعد الجواز، فتصطدم بعد كده، فهي عايز تطمن من الناحيه دي. هي قلقانه. هل العقد اللي يطمنها يعني هل انه يثبت؟ لا طبعا. لا طبعا، الشخص اللي يطمنها. التصرفات بتاعتهم مش واثقين في بعض قبل الجواز، هيثقوا ازاي في بعض بعد الجواز؟ لو الثقه مش موجوده ما ينفعش ان هم يخوضوا المرحله دي من البدايه اصلا. لازم يبقوا مطمئنين تجاه بعض، لازم يبقى الطرفين طول الوقت يعني انا هستامن نفسي وهستامن اولادي وهستامن اسرتي، لان الجواز مش جواز الطرفين بس. أكيد. ده جواز الاسر مع بعض. فلو انا مش واثق في ده، لا الورقه عمرها ما هتحل ده، لان احنا بنشوف كتير عقود فيها شروط مثاليه ولكن الموضوع بينتهي في الاخر برضه بطلاق، بينتهي ببهدله وبينتهي بمحاكم. فاللي احنا بنقوله مهم جدا تبقى دارس الشخص اللي قدامك كويس، مهم ان تبقى متوافق معاه. استاذ عمرو احنا عندنا ثلاث مراحل بتتم في مرحله الخطوبه، لو ما اتحسمتش بتتنقل للجواز وتداعياتها بتبقى اكبر. ثلاث مراحل من التفاعلات كده، التفاعل المهذب هما الاثنين لطاف في الاول، يجيبوا لبعض هدايا، يتكلموا مع بعض بألطف الكلام. اول ما كل واحد بيبدا يحط رؤيته وتصوره لان هما مختلفين فبيحصل حاجه اسمها التفاعل العاصف، بيبداوا يصطدموا. لا انا اشوف ان مراتي من حقي عليها ان هي تخدم اهلي، انا بشوف ان جوزي من حقي عليه ان هو يسفرني ويشغلني ويديني فلوس. هو شايف ان لا، لو حصلت انا بشوف العاصفه دي يبقى لازم يقفوا ويراجعوا نفسهم قبل ما يكملوا. احنا بنقول بقى ان الامر الحميد ان العاصفه دي تحصل قبل الجواز، تتناقشوا في ده قبل الجواز، واذا كانوا يكملوا او ما يكملوش فتتفقوا على صياغه معينه. لو قدرتوا تحولوا العاصف ده، تفاعل العاصف ده لتفاعل توافقي، وهنا نقطه مهمه قوي بقى، فكره الانانيه في الشروط. انا مش لازم، كل واحد فينا عنده تصورات، مش لازم احقق تصوراتي كلها وامحي شخصيه الطرف اللي قدامي. لازم طول الوقت ابقى بشوف هو كمان نفسه في ايه، طالما ما بيتخالفش مع الاسس اللي اتكلم فيها دكتور عمرو، الرحمه والموده والمسؤوليه وغيره. لا انا من حقي كمان اشوف اللي قدامي منتظر مني ايه وادي مساحه توافقيه. طبعا. وبنقول لهم عشان كده لازم لما تيجي تختار حد يبقى مهم قوي يبقى في تكافؤ اجتماعي وثقافي ما بينكم. في مصر متنوعه وغنيه جدا بالثقافات والعادات والتقاليد. فلو انا بصيت للموضوع من ناحيه حب فقط وما درستش عادات وتقاليد البنت اللي انا هتجوزها او اسرتها، ممكن اصطدم بعد الجواز بان هم عندهم زياره عائليه ثابته بشكل اسبوعي وهو مش عارف، وانا ما كانش عندي ده مشاكل. فانا ما اعرفش، فبكتشف ده بعد الجواز فبيحصل العصف. فبنبدا بقى نتخانق مع بعض، يبدا هو ما يحترمش اهلها او العكس، وده مش صح. فلا احنا بنؤكد ان مهم الاتفاق، مهم التوافق، صياغه مكتوبه مش مكتوبه، المهم في التوافق اكتر الثقه. اللي بيضمن الورق هو الانسان اللي انا برتبط بيه. مش معقوله الناس تكتب على بعضها ورق ان هي تعامل اهله او ان هو يعامل اهلها كويس وده يتكتب في ورق ولو ما التزمش. طب فرضا ان اهل العروسه او اهل الزوجه مش فيهم طبع مثلا يعني، صح. طب هجبره ان هو يحترم ويحب الطبع ده؟ خلونا نفتح برضو نجدد النقاش مع ضيفينا الكريمين بعد الفاصل، وبرضو منتظرين تعليقات حضراتكم وهنقراها باذن الله. ارجوكم خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة أخرى وبجد ترحيبي بضيفي الكريمين، ولسه بنتكلم على شروط الزواج. ودكتور عمرو حضرتك تفضلت وبينت لنا مجموعة من الأمور، إن الزواج ما هوش صفقة، ما هوش سلعة، ما هوش مجرد بنود، ده مودة ورحمة وتراحم ما بين الأطراف كلها، ونحن ما نتمحورش حوالين الذات، كل واحد بس شايف أهدافه بس وعايز يحققها، لكن في حرية للطرف الآخر ومساحة ليه زي ما تفضل الأستاذ ممدوح. دلوقتي فكرة
مش هقول بقى ما يكتب وما لا يكتب، ولكن فكره الاملاء نفسها، فكره ان انا اقول له لازم تعمل كذا ولازم تاخد بالك من كذا ولازم كذا ولازم كذا، هل دي صيغه تنم ان في هدوء وموده ورحمه هتسود البيت؟ انا شايف ان فكره الاملاء دي كتير من الناس بتتلقى في افكار الاملاء بان دي نوع من انواع التخوين يعني، ونوع من انواع الاحساس بان فلان دوت مش واعي او ان فلان دوت مش هيقدر يدير البيت، يعني ثلاث مصايب، ثلاث تهم بتوجه للشخص. فانا دلوقتي ايه، انا بوجهك عشان انت مش واعي ايه اللي يجب عندك، انت يجب ان انت تعرف ان امي ثم امي ثم امي، انا وانا جاي من ده، انا مسلم، ده انا راجل فاهم، ده انا راجل متعلم، فانت بتقول لي كده ليه؟ هو بالطبيعه ده بيتحقق يعني، بالطبيعه لازم يراعى يعني. طبعا، لان هو 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 ده انا، ولكن استثناءات او صح. نتيجه لظروف تتعالج يعني. انا عايز اقول لحضرتك ان كل الحاجات دي بتيجي بسبب خلل حياتي، خلل حياتي بينعكس على الشخصيات نفسها. يعني ده خلل سببه ان الشخصيات نفسها ما بقتش متمكنه من الحوار، ما بقتش متمكنه من اداره الخلاف، ما بقتش متمكنه من ده. انا عندي كل ما زادت الاشتراطات كل ما دل ده على قله كفاءه الزوجين وقله كفاءه الناس دي. طب ليه بقول كده؟ بقول كده لان انا ايه اللي يخليني احتاج الى اشتراطات كتيره وانا قادر ان انا ادير حوار مع زوجي، قادر اخرج من زوجي احسن ما فيه. انا ايه اللي يخليني اشترط الاشتراطات دي زي بعضهم لما يجوا يشترطوا ويحاولوا، انا يعني جيب في ذهني عدد من الاشتراطات، ان فكره ان هو يشترط عليه وعايز يكتب ان هي ما تشتغلش او ان هي ما تطلبش منه كذا. اغرب شرط حضرتك شفته في المشكلات اللي بتجي لكم ايه؟ يعني في واحده كانت شرط على زوجها ان هي لازم تسكن فوق مامتها. فوق مامته ولا مامتها؟ فوق مامتها. لا مامتها. يعني هتطلب انها تسكن فوق مامته برضه يا اسامه؟ طيب يا اسامه. مش مشكله ان هو تسكن فوق مامتها. تسكن فوق مامتها بنفس مساحه الشقه، بنفس مساحه كذا. بنفس التشطيب لزوج هو اصلا خريج حديث وهم الاثنين. فهو كان بيقول لها طب انا اعمل ده ازاي؟ يعني ده كان شرط وهم لسه رايح يخطبها وهما بيتعرفوا على بعض، ولا شرط عايزين يكتبوه في القسيمه؟ الشرط ده ولا في عقد الزواج الشرط يعني. الشرط ده مشى ست عرسان من البنت دي. ست عرسان معهمش فلوس يجيبوا الشقه اللي فيهم، وهي في بالمناسبه شقتهم في مكان راقي وقديم. طب ما المشكله ان هو قديم. طب ما ينفعش الشقه اللي لا 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 اقول لحضرتك انت حضرتك ما سالتنيش يعني. انت ليه حضرتك ما سالتنيش هو الشرط كان صعب ليه؟ لان كل شقف العماره مسكونه. هو ده مش عايز تتجوز. ما هو يعني هي دلوقتي هو ده كان غريب ان كل شقف العماره دي مسكونه. يا دكتور عمرو. والله. فهو جاي هو ايه قال لها طب خلاص طب نتجوز، هو اخر واحد طلع ايه شويه ذكي شويه، فقال لها تعالي ايه نروح نتجوز في شقه بره، وبعدين انا ايه هنشوف بقى نتصرف مع اي حد ندفع له اي، كلها المنطقه كلها مناطق الراقيه القديمه دي كلها الناس ساكنين ايجار، هيجيب ملايين ممليانه عشان يخرج راجل من الشقه. فهو بعد ما اتجوزه فبتقول له انا عندي 6 شهور. لا انا عندي 6 شهور ولازم تعمل الكلام ده. قال لا يا حضرتك عاقله، 6 شهور ايه؟ اجيب لك 7 مليون جنيه ولا 5 مليون جنيه اجيبهم لك منين؟ قالت له لا احنا مش شرطين على ده. فكل هو غلطان ان هو قبل بشيء زي ده او انه يرتبط بعقليه زي دي من ناحيه يعني. من ناحيه نضوج الزواج هو غلطان. هو غلطان من ناحيه نضوج الزواج هو مش ناضج زواجيا. ليه؟ لان انا ما بحبش اي نوع من انواع الاحتيال او اي نوع حتى من انواع ما يسمى تأجيل وترحيل المشكلات. القضية المرحلة الجاية. انت دلوقتي عندك مشكلة، واضح ان في مشكلة ذهنية عند هذه المرأة. ايه المشكلة الذهنية؟ ان هي ما عندهاش فطام، عندنا مصطلح كده، ما عندهاش فطام زواجي. ما تقطعش الحبل السري بينها. طب ده معناه ايه؟ ان احنا نعمل فصام ما بين احنا مش عايزين الناس تتزوج فوق، لا تتزوج اهلا وسهلا بس بالتوافق. بالتراضي. بالمحبة. ان هو الاول خلص تحببي له مامتك عشان هو يعتبر ان وجود مامتك جنبك ده قيمة اضافية بالنسبة له. كل الكلام ده مهم. انا عن نفسي بالمناسبة انا لا بحب ان الناس يسكنوا في بيت
اهل الزوج ولا اهل الزوجه. لازم يبقى في مسافه على الاقل 9 متر عشان القرارات تكون قرارات حره وسهله. حضرتك دايما المثل بتاع الانفد الانافذ لو بالزبط. لو لزقت في بعضها هيشوكوا بعض. انا فاكر وكمان مثال التسعه النخله لازم تبعد 9 متر عشان تنتج. صح. فلازم دول لو ما حصل لهمش فطام هو في الاخر خالص هيحس ان هو متجوز زوجه الا شويه. وهي لو هو في بيت اهله هتحس ان هو متجوز زوج الا شويه. لو في شروط، هل الشروط تبقى ما بين الاثنين او ما بين الاسرتين هم قاعدين كده بيشربوا الشاي وبياكلوا كيك، ولا يبقى ده قدام الناس وعلى الملأ كده؟ لا 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 خالص. انا بص حضرتك احنا عندنا عشان الكلام اللي منتشر على السوشيال ميديا النهارده ده اللي انا اصلا ما بحبش اتكلم فيه كتير، لكن جواز القاضي شريح، القاضي شريح ده كان حتى بحث الماجستير، جه اتجوز فاتجوز امراه من بيت محترم خالص، فجه اول ما دخل بيته خلاص فجاي بيقول لها السلام عليكم، خلاص بقى هيبتدوا ليله العرس، قالت له على رسلك. فراحت قايمه وراحت خطبه الحمد لله رب العالمين اما بعد. فراحت ابتدت تخطب بقى بتقول له قالت له اني امراه غريبه، فقل لي ماذا تحب فاتيه وماذا تكره فاتجنبه. فايه اللي حصل؟ فخطبت خطبه طويله. الخطبه دي بتقول له احنا عايزين نكون متالفين، فقول لي اللي تحبه ايه واللي تكرهه ايه عشان التزم. ده كلام جميل. لكن هي ده كان فين؟ في اللي احنا ممكن نسميه دلوقتي في غرفه النوم. ده لازم يكون لزياده الالفه، مش يكون دوت على سيف على رقبتك او ان انا بحاول بقدر الامكان انا مشاهد عليك الناس وانا مشاهد عليك الناس اهو. هي المساله ما فيش مانع ان حد انا حتى دوت ما قريتش دوت في سياق الاشتراط، قريته في سياق ايه؟ انا مقدراك فقدرني انت، ماشي كويس لطيف قوي قوي، بس ليه نقول الكلام ده في وسط الناس؟ ليه بقت حياتنا كلها شير؟ وبعدين بنجي بعد كده نقول هي البيوت مالها متعكره؟ هو الحاجه اللي حصلت بهذا الانتشار الزوج هيحس بايه؟ هيحس بان هو في حد احرجه وحد اهانه؟ طب والزوجه نفسها هتحس بايه؟ هتحس بان هي عملت حاجه منتشره فقد تتحرج لو انها سامحت زوجها في حاجه من الحاجات دي ان هي لو ما تنفذتش. فحطينا نفسنا في بيئه استثنائيه بدون داعي، كنا في غنى. وده على فكره ده اللي بيحصل لما يحصل واحده تروح متكلمه على مشكله بينها وبين زوجها فتشيرها على السوشيال ميديا، ايه اللي هيحصل؟ هي خلاص ورطت نفسها، خرجت ان هي لو ان هي قبلت بعد كده هتلاقي 60 واحده تقول لها ما هو اللي زيك هم اللي بيخلوا الرجاله. وللاسف يعني الناس بتدخل وبيسخنوا بقى الطرف على الطرف الثاني وازاي ده يحصل وازاي كذا. ولكن احيي حضرتك طبعا على فكره ان الاشتراطات دي تكون في اضيق الحدود في اضيق نطاق. كذلك استاذ ممدوح يعني نصيحه توجهها للفتيات المقبلات على الزواج، لو هي حاسه ان في شيء معين هي عايزه تضمن مثلا يعني انجاز التعبير تنفذه ازاي بشكل ما يسيئش ليها ولا لاسرتها ولا يسيء للطرف الثاني زوجها بعد كده. يعني صح، هي لو عايزه تضمن حياتها معاه بعد كده لازم تضمن اختيارها ولازم تضمن القرار اللي هي واخداه هو القرار مناسب ولا لا، لان هي ممكن تقعد معاه قدام الناس كلها وتتكلم معاه في طلبات كتير جدا وهو في الاخر مش هينفذها اي طلب من الطلبات. فانت لو عايزه تضمني اختاري صح وخدي وقتك تماما وشوفي وقارني واطلبي منه وشوفي طبيعه علاقته مع اسرتك عامله ازاي وشوفي طبيعه علاقته معاكي واستجاباته ليكي مع الوقت. هو ده الضامن الوحيد، الضامن مش شرط ومش باين هو توجهاته ايه طبيعته ايه بيحترم الناس ازاي بالظبط. فخدي قرارك لو انت شايفه ان الانسان ده مثلا لا ما بيحترمش اهلك فانت بتقولي له كده قدام الناس عشان يحترم اهله، لا مش ده الضام، بالعكس هيريحك واه هتفرحوا مع بعض ولكن خلاص بقت وصمه. العكس بالظبط، بقت وصمه بالظبط. صحيح، هي وصمته بوصمه مش يعني مش هتطلع. صحيح، يعني لو عايز توصل له رساله احترم اهلي وانا بقول لك قصاد الناس دي هو خلاص هو اتوصم بالوصمه دي هتتشال ازاي؟ هو الازمه هنا حاجتين يا استاذ عمرو. الحاجه الاولى فكره التواصل الاجتماعي وازاي ان فعلا بيوتنا خرجت من الغرف الصغيره خرجت لكل الناس وكل الناس بقت تحكم باختلاف بقى ثقافتها ومرجعيتها، ده هيؤدي لمشاكل وهيؤدي لاثار سلبيه وهيؤدي لانطباعات زي ما دكتور عمرو تفضل هتخوف الناس اصلا من الجواز. احنا ليه نطلع ده؟ قصص شبه اللي هي بتاعت
ويل سميث ولا اسمه ايه جوني جوني ديب جوني ديب وامبر وامبر بالظبط. لا واضح ان احنا بدانا يعني الافكار بدات تتغير. العلاقات بتبقى بين الزوج والزوجه مش بين الزوج والزوجه والمجتمع، لا احنا علاقاتنا ما بيننا من بعض. احنا بنقول اول مبدا تقدروا تحافظوا بيه على بيتكم السريه، لدرجه ان اولادكم ما يعرفوا يعني ما يعرفوش المواضيع المهمه او المشاكل اللي بتتكلموا بيها او بتمروا بيها. النقطه الثانيه طريقه طلب الموضوع من يعني انا خلاص انا اتفقت ان انا هتكلم مع خطيبي في طلب لي او في شرط او في حاجه انا نفسي ان هو يعملها لي. طريقه الطلب او طريقه الشرط دي ما ينفعش تبقى عن طريقه الامر وغيره، لازم يبقى عن طريق تواصل ايجابي مع الطرف الثاني. شوف حضرتك عشان انت ممتاز نفسيا قلت نفسي يعني نفسي تعملها لي فرق. شوف في فرق ما بين الامر وانا نفسي ان احنا نعمل كذا كذا كذا. بتصور الحياه تعالى نعمل تمرين كذا. تعالى نعمل تمرين كده يعني خلي الزوجه تصحى من النوم تقول لزوجها صباح الخير وهي مبسوطه، وتقول له صباح الخير وهي متضايقه، وتقول له صباح الخير وهي زهقانه، وتشوف رد فعله كل يوم الصبح على الطريقه هي نفس الجمله بتتقال، بس تعالى شوف رد فعله هو على الجمله دي كل يوم بيبقى عامل ازاي، ويومه ويومها مع بعض هيبقى شكله عامل ازاي لاخر اليوم. ده بيدينا دلاله على ان الابتسامه وطريقه النبره واحنا بنقول الكلام بيختلف تماما. انا كمان عايز ادي نصيحه تانية. في الحقيقه بعض الولاد والبنات بيبقوا خايفين جدا من ما بعد الزواج، هي خلاص هيستقلوا بقى من اسرهم وهيروحوا بيت جديد، وده برضو سبب من المشاكل اللي بتحصل في سنه اولى زواج. فبنقول للناس ان يعني مين اجدع من راجل او من ست بتقوي علاقه زوجها باهله، مين اجدع من زوج بيقوي علاقه مراته باهلها وبيحترمهم وبيودهم، ودي ضمانه حقيقيه. حضرتك من الشروط اللي احنا بنسمعها وتبقى صعبه جدا ان انت بمجرد ما تتجوزي انسي بيت اهلك خالص، انت مش هتروحي هناك حتى لو في غير سوي يعني في النهايه ده بيت محكوم عليه بالفشل. انا اسف يعني ده الاساس مش صح في كلمات السريه، الاحترام، الايجابيه في التواصل طبعا. والضمانه الوحيده في قرارك وفي اختيارك انت، لان انت اللي هتدفعي قيمه اللي هيحصل ده بعد كده أكيد. مش الورق اكيد. طيب انا في الختام عايز نصيحه وردانيه من الدكتور عمرو. انا عايز اقول ان ترسيم الحدود ما بين البيوت امر ضروري، وترسيم الحدود ده هو اللي بيحفظ قيمه البيوت. لما انا البيت يكون ليه حدود شيء مهم جدا، لكن ما بيبقاش ترسيم الحدود ده بالاشتراطات. الاشتراطات في الحقيقه بتكون في بعض الاحيان لما الناس ناويين ان هم يغدروا. انا متصور ان الاشتراط شيء لطيف. شيء لطيف في ايه؟ عندما الناس لا يكونوا قد عرفوا بعضها. لكن الاشتراطات لما الناس تكون اقرب الى بعض. مش عارفين بعض يتجوزوا ليه؟ يعرفوا بعض الاول بعد كده. لا في ناس بيتجوزوا وهم ما يعرفوش بعض. بيحصل انا عارف. ليه طيب؟ لان هو في الحقيقه هي خايفه قطر الجواز يفوتها. هو كمان خايف جاي من بره ومستعجل عايز يتجوز. الاسره نفسها الاسره بنفسها في عصمات كتير، ولما يرجعوا يبقوا يعيشوا هنا، ولما يرجعوا يبقوا يعملوا بيت فانا متصور ان اول حاجه ممكن نقدمها لشريك الحياه ان انا احسسه ان هو اماني. وعشان احسسه بان هو اماني مش هيكون ده بان انا يوصل له رساله مني ان انا بخونه. اول رساله انا مستأمناك على نفسي، ارجوك عندي كلام كتير عن العشرة الحسنة فأرجوك لازم تحافظ عليها. وإذا كنا بنتكلم على الاشتراطات اللي تتعلق بالأهل، أنا دايما بقول إن أقرب طريق لقلب جوزك أهله مش معدته، ده أقرب طريق للقبر معدته، لكن أقرب طريق لقلب جوزك أهله، وأقرب طريق لقلب مراتك أهلها. لو إحنا اتفقنا على ده كل الكلام بقى عن أهلي وأهلك مش هيبقى محتاج لده. بس أنا دايما بقول للناس لو سمحتم انتوا داخلين على الجواز كونوا طول الوقت عينكم على حاجة واحدة بس، ان انتوا هتحتاجوا لبعض عشان تكونوا حنان وامان واهتمام واحترام وتقدير، وده كله مش هيجي بالاشتراطات هيجي بدعم الانسان ان هو يخرج احسن ما فيه. انا شكرا جزيلا يعني لحضرتك دكتور عمرو الورداني، ساعدنا بالرؤى المحترمة العاقلة اللي بتبني، وكمان نفس الشيء الأستاذ ممدوح المصري رؤى الحقيقة يعني تبني ما تهدمش، فهو ده اللي تبني عليه البيوت وهي دي الأسس السليمة. أنا شاكر جدا لوجود حضراتكم معنا.